يتجدد اللقاء مرة أخرى ضمن الفعاليات الاختتامية لقافلة الشأن المحلي التي تنظمها جمعية وفاء بلا حدود بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي. معي والسادة القائمين على المشروع والأخوة اللي تشرفت شخصيا بأن أنا أشارك معهم في تغطية موضوع الشباب في المواصفة الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد سلومة، المدير التنفيذي لجامعة بشن للعلوم والفنون والتنمية بأمريكا، مسؤول عن أفريقيا والشرق الأوسط، ومدير مجلس أمناء أكاديمية أسوليل للتدريب والتنمية والاستشارات في المغرب، وشرفت باستدعائي بدعوة كريمة من جمعية وفاء بلا حدود للمشاركة في مشروع الشأن المحلي. وكان يعني التكليف من الجمعية في إطار المشروع أني أؤطر حول موضوع الشباب في المواثيق الدولية والمحلية، وطبعا يعني شرحنا المراحل اللي مر بها الشباب وتعريفه بالنسبة للأمم المتحدة، وثم عملنا إسقاط على الشباب في المغرب خاصة والعناية اللي بيوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للشباب في المغرب، والمؤسسات سواء تواجد الشباب في الدستور أو على مستوى المؤسسات المغربية. طبعا يعني اليوم احنا بنحتفل بنهاية المشروع، ولكن المشروع كان فيه جانب نظري وجانب تطبيقي، وجانب ان شاء الله نتمنى ان الاتحاد الاوروبي او اي جهة اخرى تتبناه نظرا لما لمسناه في المشروع من احتياج مجتمعي، وخصوصا لفئة الشباب. كان من بعد موضوع كورونا احنا اكثر احتياجا ان احنا نحشد الفئات والطبقات وخصوصا الشباب والمرأة لاستكمال هذا المشروع الطيب على مستوى المؤسسات كاملة. حكيم سعود، إطار وطني، شارك ضمن هذه القافلة اللي انضمتها جمعية وفاء بلا حدود في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجموعة من الدورات بعروض اللي هي كتعلق بالتفاوض ثم كتعلق بالمرافعة. طبعا الحالة هي كانت عندهم مجموعة من العروض، مجموعة من الندوات اللي هي كانت خاصة بالشباب، فيها الترافع طبعا الحال، وفيها التفاوض كيفية التفاوض على مجموعة من المشاريع، ثم كيفية الترافع على مجموعة من القضايا اللي هي كتهم الشباب بالدرجة الأولى في إطار مجموعة من المشاريع وكيفاش يتعاملوا معها. وهي كانت مناسبة بطبيعة الحال اللي هي توضعت فيها واحد الاستراتيجية، واحد مجموعة من الخطط اللي يمكن غادي ينهجوها الشباب في إطار واحد المسار ديال قافلات الشأن المحلي، وخاصة احنا مقبلون على مجموعة من الاستحقاقات واللي يمكن الشباب خصو يشارك فيها. إذا كانت هي تنوير، كان فيها توضيح، كان فيها تكوين، كان فيها دعم ديال القدرات ديالهم وتعزيزها اللي تسهيل عملية المشاركة في إطار مجموعة المشاريع وكيف يمكن الخوض فيها. فجمعية وفاء بلا حدود يمكن أنا كنوب هذا العمل اللي قامت به طيلة هذه المدة، ليس يعني نأمل لها تحقيق جميع الطموحات ديالها والأماني ديالها وفق هذا التطور المضطرد في هذه الميادين، في مجموعة الميادين اللي هي تقن علمية، وأتمنى لها التوفيق ومسار موفق في إطار مشاريع أخرى إن شاء الله. النهارده احنا بنحتفل بنهايه مشروع، وانا اتمنى ان ما تكونش نهايه مشروع تكون نهايه مرحله، وان ما تم في المشروع يتم تمويله وتبنيه حتى على مستوى المجتمع، ان هو يتبنى هذه الافكار وهذه الانشطه اللي كانت فعلا مؤثره وكان لنا الشرف ان احنا نقدرها.